عقدت التنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ورشة عمل عن العدالة الثقافية وآليات تعزيزها وذلك في اطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني وتتناول هذه الورشة مناقشة عدد وعدة محاور حول العدالة الثقافية وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وما هي الفرص للإسراع في تحقيقها بالإضافة إلى آليات وأدوات لتنفيذ العدالة الثقافية